السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. اليوم معنا التحفة الفنية الجميلة 1976 بيوك من السيارات الجميلة والمميزة. السيارة اللي معنا تبارك الرحمن اليوم ألوانها جدا جميلة، نظافة تبارك الرحمن عالية، من السيارات الجميلة والمحبوبة عندنا في خليجنا، خليجنا الجميل. مثل ما ذكرت 76 فيها بعض الملاحظات البسيطة بحكم العمر، لكن السيارة تبارك الرحمن بشكل عام السيارة نظيفة خارجيا وداخليا. طبعا داخليا نقول شبه جديدة مع وجود بعض الملاحظات البسيطة. فراح ناخذ جولة الآن على السيارة من الخارج وبرضه من الداخل، وناخذ فيها جولة ونسوقها وياكم ونستمتع بالمنظر الجميل للمزيونة. ليمتد الجنوط او الرنجات الكروم، فيها يسمونه الحزام. طبعا هذا الشريط معطيها منظر جمالي ولا اروع. الشيء الاجمل من هذا السقف او التندة جلد لون احمر، الخارجية لون ابيض، الداخلية لون احمر، من اجمل او افضل الالوان. الشيء برضو اللي يميزها طبعا في النص ما في حاجز مثل ما نشوف هنا، فلو فتحنا الشبابيك وانت تسوقها تفتح الشبابيك تكون على مستوى واحد ولا فيها حاجز بالنص، وهذا شيء مميز صراحة بالنسبة للبيوك البارك أفنيو. النياكل والكرومات في كل مكان معطيتها منظر جمالي، هذا مكان يصنعون السيارات بذمة وضمير. هذه برضو لها طعم ثاني حتى صوتها. الآن راح نشوف الداخلية ونستكشفها، نشوف نظافتها، نشوف الممشى، نشوف العداد، نشوف التفاصيل. بسم الله. الجامات او النوافذ كهرباء سنتر لوك، القفل المركزي. هذه ملاحظة بسيطة بحكم العمر تبارك الرحمن ما يعيبها. هذا الكنب، هذا كنب السبعينات، الكنب الجميل في الحقبة اللي كانت في الحقبة الجميلة. عندنا برضه هنا نشوف الساعة، كل شيء في السيارة يخليك تأمل فيه. نشوف الممشى هنا، السيارة ماشية 26878. طبعا هنا مكان التكييف، السيارة فيها مكيف من الوكالة. حتى الخشب حكاية ثانية. المساكات هذه برضو حكاية ثانية. الدعاسات او الوطايات الله يعزك بالبلاستيك من جي ام، عليها شعار البيوك. الان راح ننتقل للجهة الثانية، المراتب او المقاعد تحكم كهربائي. هنا الكب هولدر او ماسك الاكواب. هذا برضه مكان جميل للتخزين،
طيب هنا كلام ثاني. هنا كتيبات الوكالة. طبعا جاي هذه جاية مع السيارة. بالتحديد الكتيبات هذه مع السيارة نفسها. هذا كل قطعة في السيارة موجودة هنا. كل قطعة وكل مسمار وكل صامولة وكل سلك للسيارة موجود هنا في الكتيب هذا. يعني اللي يحب يشتغل على السيارة محتاج إنه يسوي لها صيانة بعدين عندك كل حاجة. وعندنا هنا الماكينة والمحركات مثل ما ذكرت. الموتر مكيف طبعا يجي احيانا الموتر هذا قليل هنا في كندا وامريكا ما يكون فيه مكيف.